دي افضل على مدخل شارع محمد محمود، ممنوع دخول الاخوان اللي ضربونا الضرب. ايه اللي مكتوب عليها؟ يسقط حكم المشكلة. بكام دي يا ريس؟ 200 جنيه. عبر عنها. عبر عن رايك قبل ما تخش تتضرب جوه بالطوب. يا اسكو بتحمي. اول الطوبه ما تيجي عليك وتلاقي المرشد اللي عاود تاني. يا اسكو حكم المرشد ب 2 جنيه. يا اسكو ما يحرقش يا عم. ربنا يحفظك. شفت بيضرب فين؟ شفت بيضرب فين؟ بقول لك ما يحرقش. لا مش بيضرب حد في الغيب. مش هيحرق في الجامعة. مش هيحرق في الجامعة. هتجيب ايه؟ هتجيب ايه؟ مش هتمشي اللي في الاخر. معلش بس انت فين فين الامة اكتر من كده ما بقاش حاجة. انا هكلمه بالله. هقول له بقى الوقت. انت قلت لي ان هو الامن فوق بيحدفوا كل شويه حاجات. حدفوا كل عفش المدرسه اصلا. المدرسه ولا النادي؟ لا مفيش. دي عساكر الامن المركزي موجوده في مدرسه الليسيه وقاعده بترمي علينا. موجودين في اخر دور اهم بس هما بعيد مش طالعين قوي في الكاميرا. قوات الامن واقفه في اخر دور وقاعدين يحدفوا علينا طوب ويحدفوا علينا غاز من فوق في اخر دور في مدرسه الليسيه وبيضربوا خرطوش كمان. مفيش حاجه اتغيرت. لا ورموا الكبانيهات وكل العفش اللي فوق في المدرسه. اجهزه الكمبيوتر وكله شاف الدنيا قدامه. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك. هتقول لي ابن المتاكه ده. اهو انا بحكي. انا عسكري متضايق.
الامن بيضرب غاز دلوقتي، الغاز وصل ميدان التحرير، بيضربه من شارع محمد محمود. ريحة الغاز واصلة لحد هنا. الجديده دي